السلام عليكم. طبعا ناس كتير بقى العيد عدى وكلوا لحمه، قالوا بقى يغيروا، فقلنا نعمل نظر حمام الكذاب اللي هو بيوراك الفراخ، بسيط قوي وسهل جدا. اهم حاجه يا جماعه لما نجيب الوراك نجيبها كبيره، وتخلي الراجل يخليها لك، لو هيعرف يخليها خليه يخليها لك، مش هيعرف انا خليتها قبل كده، وهحط لكم اللينك بتاع خلي وتقطيع الفراخ في صندوق الوصف علشان تبقى سهله عليكم. طريقه بسيطه وليها كذا حشوه، مره انا عملتها لكم محشيه كبد وقوانص، رز وكبد وقوانص، والنهارده هعملها لكم محشيه رز بالجزر. ممكن نحط مع الجزر بسله او فاصوليا، او ممكن نعمله بالرز بس. طريقته بسيطه جدا وسهله قوي، وكمان مش هنقليه في الزيت، هنحطه في الفرن علشان ما يبقاش تقيل قوي، بطريقه حلوه. وكمان مش هنلف في ورق فويل، هنقفله بالخله وهنسلقه كده من غير اي ورق فويل، من غير ما يفتح منكم. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف المقادير والطريقه. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. المقادير اهي، دي اوراق فراخ انا خلياها، بصراحه انا خليت الراجل يعملها لي، بصوا اهي، وغسلتها ونضفتها وزي الفل تمام. وعندي بصلايه مبشوره، وعندي رز حوالي كوبايه الا ربع رز، وعندي جزر مطلعاه من الفريزر اهو في تلج تمام. عندي بقى زيت وفلفل وبهارات وبابريكا وكاري وملح، وعندي مكعب مرقه. الناس اللي شايفه المكعب مسرطن ما تحطهوش، طول عمرنا بناكله وما فيهوش حاجه وزي الفل تمام. عندي بقى بهارات الشوربه، ورق لورا وحبهان وقرفه وكبابه صيني، وعندي بصلايه صغيره وطماطمايه. دي حاجه الشوربه. المقادير اهي معايا قدامي، بسيطه خالص وسهله. هجيب بس خله عشان هقفل بالخله، وهوريكم هنعمله ازاي. عندي حله فاضيه فيها شويه زيت، بسم الله الرحمن الرحيم، كفايه كده. الزيت سخن، هروح حاطه البصل بسم الله الرحمن الرحيم، واقعد اشوح فيه شويه لحد ما يدبل شويه، بس مش عايزاه يتحمر. البصله دي بتصفرت شويه، روح حط الجزر بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن طبعا نحط بسله وجزر، وممكن جزر بس، ممكن كبد وقوانص. انا هكتفي النهارده بالجزر. اوطي بقى النار عليها عشان الجزر ده يفك من التلج اللي هو فيه. خلاص الجزر ده بفضل حته صغيره اهي، مش مشكله، خليها على جنب. واحط هنا الرز اللي انا غسلته، نقول بسم الله الرحمن الرحيم اهو. اضيف بقى دلوقتي عليهم ايه؟ التوابل اللي انا مطلعها، شويه بهارات. هجيب التوابل دلوقتي واحطها معاكم. ادي الرز اهو، ادي مكعب المرقه بسم الله الرحمن الرحيم، شويه بابريكا طبعا يا جماعه للمره الخمسين، البهارات على حسب ما بتحبوا. وادي شويه ابتدى فلفل اسود، ونحط شويه بهارات صغيرين خالص، يعني ربع معلقه صغيره اهو تمام. ونحط نص معلقه كاري، اهو الكاري تمام. واحط شويه ملح صغيرين عشان حساب المرقه، بس كفايه كده. واشوح بقى ده كله في بعضه، واقلب بقى ده كله في بعضه، واشوح الرز شويه معاهم. احنا عند الرز اتشوح شويه اهو، اديه نص كوبايه ميه بسم الله الرحمن الرحيم، بس كفايه كده. هقلبها عليه واسيبها تتشرب فيه، وبعد ما تتشرب هبتدي بقى احشي بيه الوراك. الناس اللي بتحشيه رز ني براحتكم، مفيش حاجه، الاكل مفيش حاجه اسمها المفروض يا جماعه، انتوا بتحشوا الرز ني براحتكم. انا بحب اديه نص تسويه علشان بحب، علشان ايه؟ علشان بحب الرز يكون مستوي في الاكل، ما بحبش الرز يكون بيقرش، وعشان خاطر الفراخ كمان ما تتهريش. اسيبه بالظبط يتشرب، وبعد كده نبتدي نحشي. خلاص الرز اتشرب الميه بتاعته اهي، كده بقى نص سوا، اسيبه بقى يبرد وابتدي احشي بيه. خلاص على الرز ما يبرد بقى اتبل الوراك بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا اهي مخليه لحد تحت، لحد الدبوس، مش غير العظميه اللي تحت دي بس، وانا خليتها قبل كده معاكم.
واحط لك اللينك بتاع اللي انا خليتها فيه في صندوق الوصف. احط شويه بابريكا تبلها كويس قوي، وشويه ملح، واديها شويه فلفل اسود، وادعكها كويس قوي الفراخ من جوه ومن بره كده. ممكن طبعا نديها الليمونه وشويه خل، بس انا مش عايزه ده كله، كفايه عليها كده. بس كفايه كده، اسيبها بقى لحد الرز ما يبرد. اهي بصوا خلاص الرز برد اهو، وادي الولاد كمان اتبلت. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي نحشيها بقى. بسم الله نظبط الرز كده من هنا، نبتدي بقى نحشي من هنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم، نفرد الورك على الاخر كده. انت لما تجيبي وراك من عند بتاع الفراخ او انا هعملها هحشيها، اخليها بس ما تقطمش السلسلة بتاعتها، اخلي السلسلة كمان. كفاية رز كده بقى، ابتدي اقفل. بسم الله الرحمن الرحيم، تمام هي كده اهو. لمي بقى الزيادة دي كلها وابتدي الفه بخيط، يا اما اقفله بخله. انا هقفله بخله، المره اللي فاتت انا عملته بالخيط وبورق الفويل، المره اللي هعمله بالخله. ادي الخله اهي، بسم الله الرحمن الرحيم. كده كده الجلد ما تخافوش مش هيتقطع اهي. ونقفل هنا كمان، بصوا اهي نقفل دي اهي، نحط واحده على واحده كده ونقفلها كده اهي، نقفلها بخله كمان. دي مش حلوة الخلة دي اهي. تمام، نيجي بقى من عند البق من هنا كده اهي، واروح قافلة البق من هنا كده كمان بخلة. بس اهو نحط واحدة كمان هنا عشان خاطر ما توقعش الرز خسارة يعني. اهي شايفين اهي، شفتوا؟ هو عشان الورك كبير هي الواحدة كبيرة اهي. ناخد واحدة كمان، بسم الله الرحمن الرحيم. من تحت كده نبتدي نحشي الاول اهي. دي مقطوعة من تحت هنا، هحط لها خلة تحت برضو. بس كفاية كده، لو مقطوع نحط المقطوعة من تحت ونقفل بالسليمة فوق كده في حتة الجلدة السليمة اهي. نلفها كده عشان نعرف نقفلها اهي، نقفلها برضو بالخلة. قفلناها بالخلة من هنا، نقفل بقى من هنا برضو حتة حتة كده على قدنا اهي، من هنا كده. بسم الله، نقفل هنا كمان واحدة من عند البق كده، نلم الرز اللي وقع كده اهو. طبعا اللي بيحشي رز ناي ميقدرش يحط كمية الرز دي كلها، مش هيستوي اهي. شايفين اهي، بصوا اهي. اكمل بقى التالتة،
بصوا حلوه ازاي. خلصنا كده، خلصت اهو، حشيت كله، حطيت على النار حله فيها ميه، نصها ميه. اول ما تغلي بقى هقول لكم هنحط فيها ايه. الميه غليت اهي، ادي بصلايه وطماطمايه ورق لورا اهو، شويه حبهان، حته قرفه، وشويه كبابه صيني كمان اهو. وحط الوراك، بسم الله الرحمن الرحيم، عشان ما تفتحش منكم يا جماعه. نار هاديه، نار هاديه اهي. هنسيبها بقى بالظبط نص ساعة، وبعد نص ساعة هشوفها، لو استوت هطلعها، لو لسه هسيبها شوية كمان، ده بس شوية فلفل اسود واسيبها. فات نص ساعة لقيت الوراك استوت، حطيت لها ملح وطلعتها من الشوربة اهي. هسيبها بقى تبرد خالص، وبعد كده هدهنها زيت واحطها في الفرن يا اما هقليها. الوراك كده تمام، هديها بقى مسحه زيت دلوقتي، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم اهي على كل واحده كده، واحطها في الفرن زيت او سمنه. انا هديها مسحه زيت بسيطه كده، بسم الله الرحمن الرحيم. بس تمام كده اهو، اهي حطها في الصينيه بقى، والتانيين برضو. خلاص كده دهنتهم زيت كلهم، وحطهم بقى في الفرن تحت الشوايه، وبعد كده اقلبهم الناحيه التانيه، او ممكن نحمرهم في زيت على النار لو احنا عايزين، بس كده يبقى اخف واحسن. بص هو بدا يتحمر، اسيبه يتحمر شويه كمان، وبعد كده هقلبه الناحيه التانيه. خلاص يا جماعه طلعته من الفرن اهو، بصوا اتحمر كانه متحمر في الزيت، الفرن احسن، وطري اهو شايفينه. هحط لكم في صندوق الوصف اللينك بتاع خلي الوراك، او ممكن انت تخلي الراجل يخليها لك. ولو خايفين ان هو يفتح منكم ولا حاجه، ممكن تلفوه بستريتش او بورق فويل، المتاح عندكم استخدموه، بس ان شاء الله لو قفلتوه زي ما انا وريتكم كده مش هيفتح معاكم. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم.